رح نبدأ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. اليوم تابعنا مباراتين ضمن المرحلة الثانية. الأهلي قلب تأخره إلى تعادل مثير في ضيافة الحزم، أما مباراة الفيصلي والنصر فتابع تفاصيل حمادي القردم. بينما عرض عالمي للعالم، رجل الجولة الافتتاحية هو البرازيلي المتألق أندرسون تاليسكا، وإبداع تاليسكا لا يتأخر ليهدي التقدم للنصر على حساب الفيصلي منذ الدقيقة الثامنة. ناوي من البداية، الله الله الله. الفيصلي استقبل النصر في جميع المسابقات 12 مرة، لكنه لم يخرج محتفلا إلا مرة واحدة مقابل 6 انتصارات للعالمي و5 تعادلات. عنابي سدير اجتهد للعودة وتفادي الهزيمة، لكنه اصطدم بفريق متكامل متوازن ومعزز بأسلحة جديدة فتاكة مستعدة للضرب والمباغتة. بداية المباراة كانت نصراوية، لكن تقدم الوقت أكد أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين خصم عنيد تعادل في افتتاح الموسم مع الأهلي ونجح في انتزاع ركلة جزاء عن طريق عبد الرحمن الدوسري المنتقل مؤخرا من النصر إلى الفيصلي. فعلها عناب سدير وأدرك التعادل. نهاية شوط أول مثيرة وعودة للعب تضاعفت معها الإثارة، والفيصلي يحافظ على قوته الضاربة رغم تغيير المدرب بعد رحيل شاموسكا. ثقة أصحاب الأرض تضاعفت وأداء الضيوف تراجع، ووليد عبد الله ينقذ النصر من الثالث. مدرب النصر استعان بصليهم وبأيمن يحيى، لكن الفيصلي هو الأقرب دائما للثالث. يا أمل في أبا أبا. دفاع الفيصلي أغلق كل المنافذ فأوقف تاليسكا وأفقده كثيرا من تركيزه. هذا كان قرار ماجد الشمراء. هل هي الغيابات المتعددة وفي مقدمتها عبد الرزاق حمد الله أثرت على أداء النصر، أم هو الفيصلي كان أفضل فاستحق الفوز في دوري قوي لا يعترف بالتكهنات المسبقة؟ حمادي قردبو، صدى الملاعب.